هكذا تتواصل انطلاقات اشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام عبر شاشه دبي ريسنج في صباح هذا اليوم تحت الميادين ميدان المرموم، لينطلق في مشاهدينا متابعينا الكرام شوط الختام، الشوط الرابع عشر الخاص بالابكار المهجنات الاصايل اللقايه بشعارات اصحاب السمو الشيوخ على ظهور الاصايل. نسير مباشره نبحر في عمق الميدان، وهذه العنود تسيطر على مقدمه الشوط من هجن ند الشبه، تقود مساري هذا الشوط بعد الانطلاقه باداء جميل وانطلاق رائع. نقله على المركز الثاني، والمركز الثاني تتواجد فيه مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد، يتولى عمليه تضميرها اللي هي مقصصه على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اشوف ثالث المراكز شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن عبيد الحميري، تتقدم في هذه اللحظات اللي هي الذهيبة في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع، بينما المركز الرابع رابع المراكز تدخلت فيه ووصلت في هذه اللحظات، تقدمت في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد اللي هي منصورة، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي اللي يضمر منصورة وهي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس من هجن ند الشبه كذلك الدخول على حظ اللي في المركز الخامس وتتدخل على خامس المراكز، بينما المركز السادس نجدة أيضا من هجن ند الشبه تتدخل على المركز السادس، المركز السابع من الجانب الآخر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي اللي هي ربشة، المركز الثامن ثامن المراكز تدخلت في هذه اللحظات أيضا قدوم مشاهدي الأعزاء من اللي هي الظبي تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي، والمركز العاشر تواجدت في المركز العاشر اللي هي الناوية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه العشر المراكز الأولى في شوط الختام في شوط سد الستار على صباح هذا اليوم وعلى هذه الانطلاقات الجميلة. هذه شاشة دبي ريسنج اللي تنقل في هذا النقل الحي المباشر لمشاهدي ومحبي الأصالة، عوده إلى مقصصة اللي تقود مسار هذا الشوط بجدار وبأداء رائع وجميل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحد شباب من المضمرين سعيد بن محمد بن مروشد يقودها إلى هذا الموقع، بينما المركز الثاني ثاني المراكز تاتي في الذهيبه على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري. هناك العنود من هجن ند الشبه تتدخل في هذه اللحظات وهذا الانطلاق، هناك شعار الدوحه يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق مع هذا الاندفاع اللي غيرت ما شاء الله اللي غيرت وانطلقت لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، يضمرها مسفر بن علي بن عبيد السناري اللي تنطلق بالمقدمة وتنطلق بالمركز الأول، تسيطر على مقدمة هذا الشوط بهذا الشعار المشارك في صباح هذا اليوم بمشاركات فعالة وجميلة للغاية. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه زعفرانة مسيطرة على مقدمة الشوط، زعفرانة تقود مسار هذا الشوط لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، يضمرها علي بن مسفر بن علي بن عبيد السناري الذي تنطلق في الكيلو المتر الأخير في ختام أشواطنا لتختم أشواط صباح هذا اليوم. المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث ثالث المراكز منو في المركز الثالث من هجن ند الشبه، ولكن شوف
التحدي. شوف الضبية تنطلق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد على ثاني المراكز، وتأتي نجدة في المركز الثالث من هجن ند الشبا العودة إلى المركز الأول. زعفرانة لا زالت بالمقدمة، زعفرانة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، ولكن هنا الخطورة، هنا التحدي. الضبية تنطلق بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها. الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد تحركت نجدة من هجن ند الشبا. نجدة أعلنت راية التهديد، والضبية لا زالت في المركز الأول. الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يا سلام يا سلام، ونجدة قادمة والضبية صامدة خلاص. الضبية تختم أشواطنا، تهانينا نسم النقطة السابعة على التوالي في صباح هذا اليوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، نجدة من هجن ند الشبا المركز الثالث، أيضا من هجن ند الشبا اللي هي مهابة، والمركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس اللي وصلت فيه زعفرانة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني. هكذا كانت هذه التحديات وهذه الأثارة الجميلة على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عودتنا إلى التوقيت الزمني، وهذه الضبية اللي تختم أشواط صباحي هذا اليوم. الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير في 6 دقائق و12 ثانية وجزء واحد من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة لأحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الثاني من وصلت فيه في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الشيق اللي هي نجدة قطعت المسافة في 6 دقائق و12 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبا على هذا الفوز بالمركز الثاني وأداء نجد الجميل. ناخذ المركز الثالث مع مخرجنا مشاهدين العزاء، وثالث المراكز من وصلت في هذا الأداء الجميل أيضا هجن ند الشبا اللي هي مهابة، وقطعت المسافة في 6 دقائق و15 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.